وقبل ما نبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلينا نروح لمنى تعرف منها على آخر أخبار الطقس. منى صباح الخير عليك. صباح الخير يا جوانا. صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا منى. الجو النهاردة لطيف والأمور طيبة أعتقد. جدا جدا جدا، والشمس امبارح كانت مشرقة، أتوقع النهاردة كمان صح؟ إن شاء الله يا رب. كل الأمور ممهدة، المباراة لطيفة النهاردة إن شاء الله. الجو فيها ظريف. نتمنى يعني. هنشوف. الأهلي بمن حضر؟ مش عارفة إيه حكاية الجملة دي. عايزة حقائق تاريخية موثقة سريعة. مش امبارح أو الماتش اللي فات آسف الأهلي كان ناقص لعيبة كتير، ست لعيبة مع المنتخب وأكرم توفيق مصاب. تمام غير اللي بدر بنون وكسبه مونتاري. الجملة دي اتقالت إمتى؟ لما كابتن جوهري خد اللعيبة الصغيرة في النادي الأهلي في ماتش أهلي وزمالك اللي هي الفرقة بتاعت حسام وإبراهيم، وكسبوا الديربي في ماتش الزمالك أيام ما كان الزمالك زمالك كبير. هو الزمالك طبعا كبير بس كانت الفرقه دي الزمالك طول عمره زمالك. طول عمره زمالك، بس كانت الفرقه ساعتها تقيله، فرقه احلام بجد يعني، فيها اسامي ضخمه جدا جدا. راح كابتن جوهري زعل من الفرقه الكبيره في النادي الاهلي، فخد الفرقه الصغيره الناشئين اللي هم كانوا حسام وابراهيم حسن، وكسبوا الزمالك. فالاهلي بمن حضر يعني. لطيفه الجمله. احنا لو بنتكلم انا لا اتبنى اراء، انا اعرض حقائق مؤرخه. يا سلام هو بيحكي قصه عشان اكيد في حد تاني ممكن يكون بيتساءل الجمله دي جت منين. بس ماليش دعوه، مش انا اللي قلتها والله بجد، انا ناقل الخبر. لا خلينا نتفق ان فعلا المباراه كانت مختلفه وكانت قويه، ويعني حاله الوفاق الوطني الكروي اللي موجوده دي نتعشى منها تفضل تستمر، لانك زي ما قلت يا حسام يعني اقل من شهر وهنكون بنقابل السنغال تاني وتالت زي ما انت قلت. فلما نقابلهم للمره الثانيه وللمره الثالثه اعتقد ان احنا اخر مباراه ان كنا خسرنا يعني المباراه بطوليا، لكن ما خسرناش كل حاجه، لان يمكن دي كانت بروفا لان احنا نقابلهم ان شاء الله وقت كاس العالم، عرفنا نقاط القوه اللي موجوده، واعتقد ده هيفرق قوي في الخطه اللي جايه، وهيفرق قوي كمان في حماس اللعيبه، وهيبقوا نازلين الملعب مستقتلين يعني علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. اعتقد ده كمان هيدي حماس للعيبه كتير انها تظهر، زي ما كيروش شفناه بيجرب ناس جديده وناس مش متعودين عليها. اعتقد ان زي ما كان حسام كمان في البدايه بيقول ده هيدي فرصه للعيبه كتير انها تحترف، ولعيبه تانيه انها تظهر، لان زي ما احنا بنقول كده مش معقوله يعني هم دول كل اللعيبه اللي موجوده في مصر، اكيد هيبقى عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نستعرض كده ونشوف لعيبه جديده ما احناش واخدين بالنا منها في انديه مختلفه.